هنتكلم عن أسباب الفشل الكلوي ومقدمة بسيطة عن الكلى كعضو، وهناخد منها حد الوسائل العلاجية، أو الحقيقة هي الوسيلة العلاجية الوحيدة المنوط بها العلاج وليس فقط الأعراض، ألا وهي زراعة الكلى، عبارة عن عضو في غاية الأهمية. كل كلية تقريبا بتبقى وزنها من 125 ل 150 جرام، يعني قد تفاحية أو برتقانية صغيرة كده. شكل الكلية دايما هو الشكل الكلوي المشهور المعروف، اللي هو عبارة عن شبه حبة اللوبيا. موجودة يوجوالي، أو معظم الناس بيتخلقوا بكليتين، موجودة خلف في الجهة الخلفية، في خلف الجدار الخلفي للبطن، في التقاء الثلثين العلويين العمود الفقري مع الثلث السفلي. بنقول معظم لأن فيه نسبة من البشر بيبقى مخلوق أساسا بكلية واحدة، وهناك بعض الأشياء الأخرى، التصاق الكليتين في بعض، أو أن يبقى الكلية على شكل حدوة حصان أو كذا. فدي حاجات كلها يعني مش القاعدة، لكن القاعدة أنه عندنا كليتين موجودين زي ما قلنا في جانبي العمود الفقري. وظيفة الكلى، الكلى هي فلتر، هو أكثر الفلاتر على وجه الأرض كفاءة. فلتر بحجمه الصغير ده بيشتغل 24 ساعة مدى الحياة، 70-80 سنة زي ما يكون بني آدم عايش، بيعمل فلترة في اليوم حوالي 180 لتر بيتفلتروا يوميا عشان تطلع في الآخر الكمية البول اللي هي بيفرزها البني آدم، اللي هي حوالي 2 لتر في اليوم تقريبا. الكلى ما هيش فقط عضو للإخراج للبول والسموم المذابة فيه، لكن هو كمان الكلى دي عبارة عن غدة بتفرز بعض الحاجات الضرورية زي هرمون الإريثروبويتين، اللي هو منوط بيه أنه يشجع النخاع العظم أنه ينتج كرات الدم الحمراء. 90% من الإريثروبويتين المنتج في الجسم بيطلع من الكلى. كذلك الغدة، الكلى لها دور مهم جدا في تنظيم مستوى الكالسيوم والفوسفور في الجسم، لأن هي بتنشط أو بتعطي التنشيط النهائي لفيتامين دال. احنا بناخد فيتامين دال من الشمس، بيبقى عبارة عن صورة غير نشطة، بيحصل دورة تنشيط أولية في الكبد ثم الدورة النهائية في الكلى. فأيضا ده يخلي يعني بيقول إن الكلى مهمة جدا في تنظيم هذا الفيتامين، وما يترتب عليه من تنظيم الكالسيوم والفوسفور، وما يترتب عليه كذلك بقى من إن العظام تبقى نسبة الكالسيوم اللي فيها متوازنة. فشل الكلوي معناه إن الكلى لا تستطيع القيام بوظيفتها كاملة. هناك 5 درجات من الفشل الكلوي، من الدرجة الأولى حتى الخامسة. الدرجة الخامسة في منها الدرجة الخامسة ما قبل الغسيل، ثم الدرجة النهائية اللي هي الغسيل الكلوي أو الفشل الكلوي الذي يستدعي إن إحنا نستعيد عن وظيفة الكلى بالغسيل أو بغيره. الغسيل هو ما هوش علاج بغرض العلاج، هو علاج بغرض يعني ليس علاج بغرض الشفاء، أقصد هو علاج بنشيل منه بنعوض بيه الوظيفة على الكلى، لكنه إحنا مش بنشفي المريض بيه، إحنا بنعوض، بنشيل من المية، بنشيل السموم وغيرها. أما الشفاء أو العلاج المقصود بالشفاء هو زراعة الكلى. زراعة الكلى هي العلاج الوحيد الشفائي لمرض الفشل الكلوي. الحاجات المهمة، إزاي نحضر المريض بتاعنا لأنه يجري عملية زراعة كلى. تحضير، لأنه الحقيقة تحضير المريض والمتبرع والانتقاء الجيد هو ده يمثل الجزء الأكبر من نجاح عملية الزراعة. فالمريض طبعا بيعتمد على عوامل عديدة، منها عمر المريض، كل ما يكون عمر المريض مناسب كل ما يكون النتائج أفضل، يعني كل ما يبقى متوسط العمر ما بين مثلا نقول 20-60 سنة أفضل من الأقل كثيرا أو الأكبر كثيرا من ذلك، لكن طبعا بتجرى العمليات وبنجاح برضو جيد في الأعمار الأخرى. لما يكون المريض ما خدش نقل دم أو ما تعرضش لحاجات تستثير الجهاز المناعي قبل إجراء العملية، زي مثلا لو سيدة يبقى ولادات متعددة أو متكررة نقل الدم زي ما قلنا، أو لو كان زارع قبل كده، دي برضو من الحاجات اللي بتسبب إن الجهاز المناعي بيبقى مستثار وعنده يعني أجسام مضادة معدة مسبقا إنه يقدر يهاجم بيها هذه الكلية. كذلك نوعية المرض الأساسي اللي أدى للفشل الكلوي، يعني بنقول 50% من المرضى بتوعنا إما نتيجة الضغط أو السكر. فالمريض
اللي مثلا عنده ضغط او سكر مزمن من زمان او عيا الدمويه بتاعته بيبقى فيها مشاكل، فده طبعا لازم يؤخذ في الحسبان ونحن نعده لاجراء العمليه. لازم نعمل حسابنا انه هنبقى عارفين ان هذه الاوعيه الدمويه نوعيتها ايه، ايه المشاكل اللي فيها وهكذا. كذلك برضو المريض اذا كان ما قبل الغسيل ودخل مباشره على الزراعه هذا افضل كثيرا من المريض اللي هو بقاله فتره طويله بيغسل. يعني بنسميها انتقائيه، زرع انتقائي يعني، او بري امتر او يعني اختياري، مش بنستنى لما يوصل لمرحله الزراعه بعد الغسيل قصدي وبعدين نبدا نقول نفكر في الزراعه. برضو قلنا بعض الامراض المسبقه زي ال مثلا الذئبه الحمراء والامراض المناعيه، دي كلها بتعمل بتبقى التاثير بتاعها على الزرع بعد ذلك يعني اسوا مما لو كان المريض فشل مثلا دي اشياء اخرى، كمثلا انه المريض يكون عنده حصوات متكرره او ان هو كان عنده ضغط مزمن فقط بدون سكر او غيره. برضو من او ايضا من الاشياء المهمه في التحضير هو نوعيه اختيار المتبرع. طبعا في حاجات قانونيه وحاجات طبيه. قانونيه السن قانونا من 21 ل 55 سنه، وممكن في الدرجه الاولى من الاقارب القانون بيسمح من 18 ل 60. ان كذا انه طبعا يكون المريض المتبرع خالي تماما تماما من اي مرض ممكن يؤثر على المتبرع شخصيا بعد ذلك. يعني يهمنا مصلحه المتبرع وسلامته قبل اي حاجه تانية، ما يكونش عنده مثلا فيروس سي، ما يكونش عنده مشاكل في القلب، ما يكونش عنده مشاكل في الكلى، حصوات، ضغط، سكر، اي شيء من الاشياء ديت. لازم المريض يبقى في منتهى، ما يكونش عنده زلال مثلا في البول، يكون المريض في المتبرع في منتهى الصحه عشان نضمن ان هو ان شاء الله ما يضارش بانه اجرى عمليه التبرع دي، لا يضار بها في المستقبل. طبعا بعد ذلك اختيار التحضير الجيد للمتبرع، التاكد من كفاءه الكليتين وان الكلى اللي هتؤخذ منه هتفيد المريض اللي هتروح له، مش هتاثر على المتبرع اللي هو تبرع بهذه الكليه. طبعا بقى المستشفى والفريق الجراحي وكذا، دي عوامل مهمه. واختيار نوعيه الادويه المناعيه اللي هيستخدمها المريض بعد العمليه او يعني في تحضير العمليه ثم بعد العمليه بعد ذلك، حتى نتاكد ان هي مناسبه ليه، مناسبه لسنه، مناسبه لجنسه، مناسبه لوزنه، يعني من الحاله العامه بتاعته. كل مريض له نوعيه معينه من الادويه المناعيه اللي هي مثبطه للمناعه، هيحتاج ياخدها بجرعات مناسبه تتناسب مع حاله المريض ووزنه وسنه. دي كده فكره سريعه عن زراعه الكلى، وإن شاء الله ربنا بإذن الله يعني يهب كل الناس الصحة، وشكرا جزيلا.